يو واش انا فامي، صباح الخير. انا طلعت فقس اللي عندي الصباح. المهم راه اللقاء ديالنا مع الصحافه مع مجله المناسبه تحط سويب اب، عطونا في كي تحركت السام هنا ودخلوا تفرجوا فينا وغفلوا لي وقالوا لي غني. راه ما كنتش والله شوفوا راه غفلوا لي وقالوا لي غني. المهم شوفوا غتعرفوا علينا مزيان. دويت انا مريم فتاح سهام، دوينا كاملين. المهم عطونا سويب اب ودخلوا تفرجوا فينا وبزاف اللعيبه تعرفوا علينا وبيس. المهم مريم بغات دخلنا دابا نقراو لي كومونتير. مريم بغات توضح واحد اللعيبه. المهم لازم واحد الحاجه على حسب الماكياج. اول حاجه ماكيت راسي، نتوما ديجا عارفين لي في ستوري ديال العلبي انني زوفري ما كنماكيش، سو غير باش ندرك لي طاج داكشي مع الكاميرا، داكشي علاش ماكيت وماكيت هكا. ثاني حاجه راه بغيه المور ما نديرش انا هكا حيت الكاميرا والفلاش واوسي داروا الفلتر وداكشي، داكشي علاش بنت انا هكاك هنا لون وهنا لون. وهذا اول لقاء لينا سو، غادي نحاول انني ما نعاودش. ورابع حاجه ما سوق حتى واحد فك افر حاجه اخرى، حتى حد ما يدخل يعير في الكومونتير ولا شي حاجه حتى خوتي يقراو لكم. بالعكس عادي وقسموا بالله، بالعكس خليهم حريه التعبير، اللي بغى يعير يعير. والله ما كنت اخر حاجه كنسوقوا لي الكومونتير. دخلوا دابا اللي عنده شي كبت غيدخل يفرغوا في الكومونتير حيت الشين ماشي ديالنا. حريه التعبير. دابا انا راه ديما كنبغي نوض نطلب منه السماحه، ولكن كنخاف معاه ماشي نبغي نبوس ليه راسو ولا ماشي نقول ليه اسمح ليا واش حاجه يعطيها معايا بشي سمر. بون انت دابا قدام بلاتي بلاتي انا تصدمت. انا وليت كنقول المشاكل غينوضوا بين عائلتنا وعائلتهم، يعني عمي يعني عائله. خفت من المشاكل، عندي سكن غويت وواحد واحد هذا فين واعر بزاف فريمون. تجوج لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وراني ندمان وراني ندمان وراني ندمان وراني ندمان وراني ندمان. الهضرة وصلت للدوار، ما تكذبي جاتني الخبار، بدلتيني غير بنهار مشيتي وخليتيني. الهضرة وصلت للدوار، ما تكذبي جاتني الخبار، بدلتيني غير بنهار يا مشيتي وخليتيني. زرقاء حتى الوالده كتقول لك بلاد شوفي بنيتي راك زرقاء في الطياب، سيري خليتي لي بوعدي بزياده مريم زرقاء.